لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نظيفة الغربية الصحفي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. تتزامن ذكرى هبة الأقصى مع أحداث وتحديات أخرى تمر بها القضية الفلسطينية كقانون القومية الصهيونية وقرار هدم الخان الأحمر بالقدس المحتلة. ماذا تغير بين الأمس واليوم؟ نعم، هذا الشهر شهر أكتوبر هو زاخر بالأحداث، زاخر بالذكريات، وأيضا زاخر بالمفارقات والمقارنات. انتفاضة القدس 2015، انتفاضة الأقصى 2000، أيضا سن قانون القومية، المشروع الحالي من إجراءات قتل القرن، حالة العربدة الإسرائيلية في ضم الضفة الغربية. كل هذه الممارسات تأتي على إطار 18 عاما من التصعيد ومن الممارسة الأكثر. دعونا نشير إلى أن القدس المحتلة الآن خطورة المشهد فيها أنها في ظل وفي نظر الأمريكان هي عاصمة إسرائيل الأبدية، وتم نقل السفارة إليها. أيضا فكرة الخان الأحمر هي فكرة نابعة من مشروع E1 الصهيوني الذي يستهدف فصل الضفة الغربية وتقسيمها إلى قسمين جنوبي وشمالي من خلال ضم منتصبة معالي إدلين المقامة على أراضي المواطنين في شرق القدس إلى القدس، وبالتالي إحداث مشروع القدس الكبرى على حساب الضفة الغربية وحساب مشروع التسوية الرامي إلى حل الدولتين. نعم. أيضا النقطة الأخطر في ذلك هو أن يكون هناك سند قانون القومية، وهو أن تصبح الأرض الفلسطينية هي لليهود وأن الدولة هي يهودية. هذا يعني أن هناك آلاف من الفلسطينيين سيقعون في شراك هذا القانون، وسيكون لدى الاحتلال الإسرائيلي فرصة أخرى ومجال جديد لحالة الطرد القائمة في الداخل مثل عام 48، وحالة الإقصاء وإلغاء حق العودة، وكذلك التماهي مع كل القوانين العنصرية وسط الصمت الدولي ووسط التآمر المحلي والإقليمي. انطلاقا من هذه المعطيات والتحديات التي ذكرتها، كيف تقيم ما تمر به القضية الفلسطينية الآن من انتهاكات مستمرة ومتصاعدة ضد الإنسان والأرض؟ نعم، أشكر جدا على هذا السؤال. الآن هذا يزول في خاطر كل فلسطيني وكل عربي وكل حر في العالم. ما الذي يحدث الآن وكيف لنا أن نتجاوز هذه المرحلة؟ يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي أمن كثيرا الضفة الغربية بغياب المقاومة عنها. الآن هو يستهدف، وفي عين العاصفة هي غزة الآن، بحصارها وتجويعها وإذلالها حتى يتسنى لهم تركيعها وتسليم المقاومة هناك، بحجة أن هناك حالة من التراضي الإقليمي على وضع غزة. الآن في ظل ما يجري من حالة تهويد شرسة، في حالة سرقة القدس، الانقضاض على الضفة الغربية، تجويع غزة، بكل بساطة الذي يجب أن يكون في مواجهة هذه الممارسات هي المقاومة، الوحدة الوطنية على خيار المقاومة وليست خيار التسوية والتنسيق الأمني وغيرها من هذه الإجراءات التي جلبتها أوسلو، التي مرت ذكراها قبل أيام على الشعب الفلسطيني، وهي ذكرى لعينة جلبت لهم الويلات والمستوطنات والمجازر والشهداء، ولم تجلب لهم لا أمن ولم تجلب لهم لا أرض ولا سيادة ولا تمكين. لذلك الآن في كل عقل فلسطيني يدور حوار داخلي وحالة من الغضب. ما الذي يحدث؟ أرضنا تسرق، منازلنا تهدم، أطفالنا يقتلون، السلام العالمي بات وهما وهو فقط كان وسيلة للانتضاض علينا. كل هذا الآن في حالة إحباط. لديهم الأمل بأن المقاومة هي الخيار الوحيد، لديهم الأمل بأن الوحدة الوطنية لا تبنى إلا على المقاومة. نموذج غزة الآن، الكثير من الأصوات في الضفة الغربية تقول أعطونا نموذج غزة، انقلوا تجربة غزة إلى الضفة الغربية كي يتم التخلص من هذا الظلم وهذه العربدة. غير في ذلك في هذا السياق بالحديث عن المقاومة، ما هو دور الخلاف الفلسطيني فيما تمر به القضية حاليا؟ أنا أعتقد أن الانقسام الفلسطيني مبني على الاختلاف في معادلة المقاومة ضد الاحتلال. الانقسام الفلسطيني الذي يراد أن يروج في العالم هو على كرسي، وهذا أمر سخيف جدا وخاطئ جدا. يراد للعالم أن يفهم أن الفلسطينيين يتقاتلون على كرسي وعلى منصب.
أود أن أشير إلى أن حماس فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006، ولو أرادت الكرسي والمنصب لوافقت على شروط الرباعية الدولية ولباتت هي السيادة، وهي السفارات وهي منظمة التحرير وصندوق الاستثمار والحكومات ورئاسة الحكومة وكل توالي هذه المؤسسات التي بيد فتح منذ عام 2006. كانت حماس معروضة عليها هذه الغنيمة وقالت لا أريدها، أريد المقاومة وأريد الثبات وأريد التحرير. لذلك من يقول بأن الانقسام والخلاف الفلسطيني فقط على الكرسي أو على المنصب هذا كلام ساذج، الواقع أثبت عكس ذلك. الفلسطيني يريد مقاومة، يريد تحرير. الفصائل الفلسطينية لا يجب أن تنظر إلى الكراسي والسلطة بقدر ما تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني تسرق منه أرضه ويقتل ويتهوت قدسه، وينظرون إليه العالم على أنه شعب فقط يريد أن يأكل ويريد الراتب ويريد المعاشات. هذه أمر باتت خطيرة جدا. لكن سيد محمد، هل تعتقد أن هذا الخلاف أو الانقسام كما وصفته سيمرر المساعي الأمريكية والصهيونية في ظل الموقف السلبي من الصفقة والداعم لها من قبل الدول الإقليمية؟ مما لا شك فيه أنه أي انقسام، أي خلاف في أي منطقة سيؤثر باتجاه سلبي على الموقف الموحد في القضية. لكن الاحتلال الإسرائيلي والأمريكان مرروا الصفقة على الفلسطينيين منذ أن خطت ووقعت اتفاقية أوسلو قبل 25 سنة، يعني ما فيش جديد في الموضوع. الاستيطان ينتشر منذ 25 سنة، انتشار يتوسع، الأراضي تهدم، غزة انفصلت عن الضفة. هل تعلمون بأن غزة مفصولة عن الضفة منذ 25 سنة؟ الضفة وغزة منفصلات عن بعضها البعض. ماذا جنينا من هذه الاتفاقية التي هي كانت مقدمة صفقة القرن؟ وبالتالي الآن الفلسطيني لا ينظر إلى الانقسام وخلاف وغيره بقدر ما ينظر إلى من يريد تحرير، من يريد أن يسمي نفسه حركة مقاومة أو حركة تحرر ويثبت ذلك على أرض الواقع. الشعب الفلسطيني ينظر إلى من يقاوم ومن يدافع عنه، من يأسر الجنود لإطلاق سراح الأسرى، من يردع الاحتلال، من يقصف المدن التي منها تخرج الصواريخ ضد الفلسطينيين. هذا الذي يريده الشعب الفلسطيني، غير ذلك سيكون عبثا وسيكون تكرارا لمأساة أوسلو من جديد. في هذا السياق وفي ظل تمسك المقاومة بخيار الدفاع عن القضية، إلى أي مدى تتوقعون أن تتصاعد الأمور في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة في الأيام المقبلة؟ في الاعتقاد أن التوتر سيكون قادم خلال الأيام القليلة القادمة في الضفة الغربية، نظرا لأن أكتوبر يحمل الكثير من الذكريات، سواء انتفاضة القدس أو انتفاضة الأقصى أو حتى الهبة في الداخل أو فكرة هدم الخان الأحمر أو فكرة الممارسات بحق القدس وغيرها من الإجراءات. هذا سيدفع بحالة غضب في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية. قد تكون حركة فتح أخذت قرارها كونها هي المسيطرة الآن على الضفة الغربية باتجاه المواجهة مع الاحتلال، هذا ما سنراه في الأيام القادمة. غير ذلك سيكون أمر مؤسف. أما بالنسبة لقطاع غزة فهي على صفيح ساخن جدا. أعتقد أن مسألة وقت فقط هي إشعال الفتيل هناك، لأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال بعض الأطراف الإقليمية أن يسحب حماس والمقاومة هناك إلى مربع أن الأمن مقابل الغذاء والأمن مقابل الطعام، وهذا ما ترفضه المقاومة وتصر على أنها ولدت لتحرر فلسطين لا أن تدير مخيما هنا أو مدينة هناك. هذا وجهة نظر المقاومة، والاحتلال يريد تغيير وجهة نظر المقاومة إلى أن تصبح بلدية وتصبح خدماتية. هذا يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد الصراع، خاصة أن رفض المقاومة واضح للترويض، وأيضا إصرار الاحتلال الإسرائيلي على التصعيد واضح. لذلك غزة مقبلة على توتر للأسف، سيكون قريب جدا. أما بالنسبة للضفة الغربية فاحتمال تكون هناك شرارة قد تندلع في أي لحظة وتتصاعد في المرحلة المقبلة. أشكرك جزيل الشكر صحفي الفلسطيني محمد القيق، كنت معنا عبر سكايب من الضفة الغربية.